إذن وزارة الصحة تسجل اليوم الجمعة 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. إذن وزارة الصحة اليوم الجمعة تعلن عن تسجيل 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أكيد خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 61200 حالة، كما تم تسجيل أيضا 13 حالة وفاة رحمهم الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، سنربط الاتصال الآن بالدكتور بقات بركاني، عضو لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا بالجزائر. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساءك سعيد دكتور. في البداية أكيد تطور مقلق للوضعية الوبائية في البلاد التي شهدتها، خاصة التي شهدت ارتفاع كبير في عدد الحالات اليومية للعدوى، وأيضا زيادة معدل الإصابة في بعض الولايات وسرعة انتقال الفيروس تعكسه أيضا النسبة العالية من العينات الإيجابية. ماذا يمكن أن نقول في البداية سيدي الكريم في هذا الصدد؟ يعني والله بسم الله الرحمن الرحيم، هو حالة وبائية مقلقة أدنى شيء لنقول فيه. لماذا؟ لأنه كنا في وضعية يعني حسنة، وفجأة عدد الحالات المؤكدة بمعناها حالات الإصابات من طرف RT-PCR بمعنى الحالات العينات التي كشف فيهم الفيروس ازداد، بغض النظر بأن كان حالات مستثيرة يعني لم نعرف ولا مصدرها ولا مصيرها. إذن حالة مقلقة بالنسبة للأمر، وكذلك سجلنا اكتظاظ كبير الحالات الخطيرة منها في المستشفيات سواء في الجزائر وهران وجيجل، بأن المقاعد يعني الأسرة اكتظوا وخاصة في قاعة الإنعاش، وهذا حالة خطيرة. كاين هناك أسباب يعني لكن نتكلم عليها، أسباب يعني سابقة لحقنا إلى هذه الحالة تدريجيا. كاين هناك منحنى تاع الحالات المؤكدة ازدادت وازدادت كثير. أكيد، لأنه يجب علينا في البداية يجب علينا أن نقضي على الأسباب التي أوصلتنا إلى ما وصلتنا إليه الآن. ما هي العوامل الرئيسية التي تسببت في عودة ظهور البؤر وساهمت أيضا في انتشار السريع للفيروس؟ نعم تفضل دكتور. هي في الواقع يعني لاحظتم بأن المواطنين تخلوا نوعا ما اليقظة اللي كانت عليها منذ شهرين، اللي يعني ردتنا بأن نكتفي باستقرار أو نقص الحالات يوميا. الناس يعتقدوا بأن الوباء وراءهم، وخرجوا وتصرفوا كأنه حياة عادية، لم يرتديوا الوسائل الوقائية المعروفة اليوم لدى الخاص والعام بأنه ارتداء القناع الوقي في جميع المحطات تاع الحياة، سواء في الفضاء العمومي وحتى في المتاجر وحتى في الإدارات وغير ذلك. غسل اليدين كذلك وابتعاد الجسدي. هذا الناس ربما شاهدتم هذه المظاهر في المدن الكبرى وحتى في القرى، الناس تصرفوا بدون قناع، يعني شاهدنا جميع المواطنين لم يرتدوا القناع، وهذا ساعد تنقل الفيروس وطبعا تنقل كوفيد 19 ما بين الشخص والشخص، وهذه الحافلة الرجوع إلى الأصيل، يعني ما تحدثنا عليه هو ضروري. لماذا؟ لأن هذه هم الوسائل الوحيدة اللي يخلونا باش نتغلب نوعا ما على انتشار الوباء في بلادنا، وبالمعروف بأن السلطات المعنية بالأمر والحكومة خذت قرارات يعني صارمة في هو الأمر، وقطع يعني العلاقات ونوع من العزل ما بين الولايات وحتى قطع العلاقات مع الخارج، اللي حفظتنا نوعا ما من الكارثة اللي نشاهدها في الدول الأخرى وفي الدول المغربية المجاورة.
دكتور، كما قلت قبل قليل أيضا في بداية هذه المكالمة، أكيد نحن في وضعية وبائية مقلقة بالنظر إلى ما مرينا عنه في بداية هذه الجائحة هنا بالجزائر. كيف يمكن تسيير خاصة هذه المرحلة المقلقة بالنظر لإمكانيات المستشفيات الجزائرية أيضا ولدرجة وعي المواطن خصوصا؟ أولا بعد قرارات السيد الوزير الأول واجتماع يعني اللجنة العلمية مع جميع المتعاملين، يعني قوة الأمن ووزير الداخلية تحت رئاسة السيد الوزير الأول، هناك قرارات اتخذت لحد نشر هذا الوباء. هو رجوع لتحسيس المواطنين أولا، وهذا دور الجميع خاصة الصحافة والتلفزيون وكذا، بالنسبة لخطورة الأمر بأن المواطنين مطلوبون بأن يعودون إلى الوقاية وهذا أعطتنا نتيجة. ثانيا وسائل الرضعية، لأن تطبيق القانون مثلا إنسان كي نشاهد حافلة وإن كان الناس ما عندهمش القناعات أخذ يعني قرارات بالنسبة لهذا الأمر، يعني ما نترددش بأن نطبق القانون. ثالثا إعطاء الفرصة إلى السلطات المحلية منهم الولات لأخذ جميع التدابير اللازمة مع دعم الدولة طبعا لتوفير الإمكانيات المستشفيات وغير ذلك، ولكن وقايا أخذ التدابير، ومنها إذا احتمل الأمر الحجر يعني المؤقت في بعض النواحي في بعض الحالات. طبعا بعض لي زونكيت ايبيديميولوجيك بمعنى التحقيقات الإبيديميولوجية اللي يحدوا ما هي البؤر، هذه المكافحة التي نرجو خاصة الدور للسلطات المحلية. لماذا؟ لأن الحالة الوبائية ماهيش نفس الحالة في جميع الولايات في الجزائر. دكتور، إذا وصلنا بنفس الوتيرة الآن، هل يمكن القول بحتمية العودة إلى اتخاذ التدابير الوقائية التي اتخذناها في بداية اتخذتها الحكومة في بداية الجائحة؟ هي لو كانت تتكلم على الحجر الصحي الكامل والشامل، هذا ماهوش لأن الفيروس أصبح ما بيننا في جميع مناطق الجمهورية. نرى باللي في بعض الولايات وفي بعض المدن كاين مثلا بعض الولايات لم تسجل حالة واحدة منذ أسابيع، وكاين بعض الولايات وكاين ربما تنقل كفيف بالنسبة للمواطنين وعوامل أخرى تسجل حالات. مثلا ولاية جيجل وجيجل خاصة هناك اهتمام كبير وقلق كبير بالنسبة للحالات المؤكدة. لازم أخذ تدابير من طرف السلطات المحلية المعنية على رأسهم الوالي، بأولا تحقيقات وبائية، وثانيا لقرارات لعزل، لمثلا اتخاذ بالنسبة لحظر التجول اليوم أصبح من 11 نتاع الليل إلى 5 تاع الصباح، ينقصوا فيه مثلا 5 تاع العشية، واخذ تدابير يعني لنرى ما هو المنبع، لأن هذا ما يسمى بالكلاستر، بمعناه هذا كاين بعض الناس اللي مرضى اللي هما يعقبوا المرض هذا، لازم تحقيق باش لي سوجي كونتاكت يكتشفون باش يعني يخذوا بعين الاعتبار. وكذلك هناك تدابير بأنه يكون إنسان على مستوى المديرية نتاع الصحة بما يسمى ماناجر، بمعنى أن كوفيد ماناجر، يأخذ جميع التدابير اللازمة بالنسبة للصحة، بالنسبة للمستشفيات، بالنسبة لجميع المستلزمات لمكافحة كوفيد-19. إن شاء الله، هذا ما نتمنى أيضا دكتور. شكرا جزيلا لك دكتور بقات بركاني، عضو لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، كنت معنا في مداخلة عبر الهاتف وعلى المباشر. نبقى في ذات السياق مشاهدينا الكرام، ونذهب بكم مباشرة إلى ولاية جيجل حيث يلتحق بي من هناك زميل مراد بوحة. أهلا بك مراد.